يا شيخ غور بقى بلا وكسه انت وهو فلنكات صحيح. بت انا غرست. تعالي شدي 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 جامد. طيب ولا ايه؟ يا لهوي دي سكرت يا بنت يا لهوي. عايزه بيره تاني. اسكتي بقى فضحتيني. عايزه بيره تاني. خلاص بقى. بقول لك ايه يا فلمانك؟ يا عسلي. هي العربيه دي بتاعتك ولا انت مأجرها؟ العربيه دي بتاعت الواد مودي اللي قاعد قدامي. انا بقول لك ايه يا بودي؟ هو انت شغال ايه؟ احنا عندنا محل قماش كبير قوي في اسكندريه. عندهم محل قماش في اسكندريه. وحياتك يا اختي عايزين طوب قماش هما الاثنين يتلفوا فيه كفن ونخلص. عايز اكل يالا. عايز اكل. فين الكفته يا يالا؟ حاضر بالراحه. حاضر دقيقتين وجايين. كفته وكفته. طب بقول لك ايه يا اخويا انت وهو روحوا واحنا مش هنركب في المخروبه دي تاني. مزنوقه قوي عامله زي الاوتوبيس النار. روحوا واحنا هنستناكوا يلا. يا فلمانج. يا حبيبه فلمانج. ما تسيب لي يا اخويا سيب لي فلوس وانتوا روحوا هاتوا الاكل وهترجعوا تلاقونا مستنيينكوا هنا لحسن يعني يحصل حاجه واحنا واقفين يبقى برضو معانا قرش. اه ماشي. سيب لها دي زي الفل. يا اخويا انت هتتسمر انت وهو مات. يلا دق عجلك يا اخويا سيب الفلوس. حاضر انا ماشي. يلا يا حبيبي. وراجع المطعم قريب عشان ناكل مع بعض. ناكل مع بعضنا ولا هات الطربة معاك نص كيلو. يلا اجيب لك كيلو ونص. يلا يا يالا. يلا يا مودي. يلا يا فلنجات. يلا بقى اوعى تمشوا بقى. لا مستنيين. يلا يلا يا عسل. هي مالها ميتة منكم ولا ايه؟ يلا وانت خلل يا واد وانت جاي. حبيبتي جاي. الواد ده شبه امه قوي. انا عارفاها وليها رشانه شبه. والنبي ده منظر. يلا ده انت اتدهولتي خالص يا خرابات. كل ده وما كلناش قعدنا مع الاجر دول وما كلناش. يلا يا بنت. فلوس يا بنت كتير. ايوه 250 جنيه. يلا قبل ما يرجع. يلا يلا. الله هو احنا مش هنصحي البت دي؟ دي كانت جعانه قوي. انا عارفه طول الطريق عايزه اكل كفته عايزه اكل كفته. ريتها ما شربت دي سكرت وتنيان. بس تصدقي طيبه قوي وجدع. عشان كده العيال الصغيره بيحبوها. بت يا خوخ. انت يا بت يلا قومي اصحي عشان تاكلي. يلا يا بت الكفته مستنياكي. ولا دريانه. سيبيها بقى تفوق براحتها. بس على الله تلحق اكل. يلا لما تصحى تبقى تاكل. قومي انت بقى. ناوي يا اختي تعملي ايه؟ بس كنت خلاص انت كارهه شغل البيوت. لا خلاص يا وزة ما هو تشتغل خدمة البيوت دي تاني ولا هشتغلها ولا عمري ابقى خدامة تاني. طب بقول لك ايه يا بت؟ ما تيجي يا اختي تشتغل معايا في الدلال. الشغلانة بتكسب. دلالة ايه؟ بقول لك عايزة اشتغل شغلة ليها قيمة. تقولي لي اشتغل دلالة؟ أنا خلاص لا قعدت أمسح ولا أكنس ولا أنام على البلاط. أنا ليه ما بقاش زي الستات الهوان؟ هم أحلى مني ولا هم أحسن مني في حاجة؟ ليه ما أركبش عربيات وألبس فساتين؟ واتسيغ. هو انا اقل منهم في ايه يعني؟ وده هيحصل ازاي ان شاء الله؟ بس كان احنا نصيبنا كده. لا معانا شهادات ولا دياب. هنعيش العيشه دي بقى ازاي؟ تعرفي يا بنت وزه؟ انا بفكر ان احنا كل يوم نروح لنا بار شكل. نستلقط لنا فيه عيلين من بتوع بابي ومامي دول ناخد منهم الفلوس اللي في جيبهم نقلبهم يعني. لا يا اختي مش كل مره تسلم الجار. الحمد لله المره دي عدت على خير. المرة الجاية يا اختي هيجيبونا من قفان. ما انا بقى شغلة البيوت دي مش هشتغلها تاني، خدامة بح خلصت. الله بيتي يا خوخة. اشممها اللحمة يمكن تفوق. انا عارفة. والله هتفوق منها. يا بنت بقى. ولا هي مستوعبة البصل بس. يا مفوخي ايه ده؟ شفتي فائت. يلا عشان تعالي. احنا يا اختي في الحاضرة، قومي بقى. انت في مذبح يا اختي كل. مفيش طحينه؟ يا دي النيلة يا اختي في كاتشب. قومي قومي طحينه. قومي احميكي بالكاتشب. قومي يا موقوسه. فهمت هتعمل ايه المره دي يعني؟ فهمت سعادتك. احنا المفروض نراقب الهدف من بعيد لبعيد. بس المره دي غير كل مره. عايزين حرص بمنتهى الدقه. مش عايزين نخطو اي خطوه الا اذا كنا متاكدين منها 100%. لسه خبر القبض على عرام مسمع والناس كلها كشه. عشان كده انا بعيد فكره سعادتك. يعني لو اتحركنا بالسرعه دي ده شيء مش منطقي ابدا. محدش هيصدق الكلام ده خالص. بالظبط. بس المهم تخلي بالك من نفسك وتتابعني اول باول. تحت امر معاليك يا فندم.
طب ما نمشي تاني؟ شكرا. بعد اذن سيادتك. انت يا بنتي يا خوخ ناوي تعمل ايه يا اختي؟ ولا حاجه، هفضل اشتغل لغايه ما يجي لي عريس اللي يسددني. يا سلام يا اختي، محسساني كده ان ايه العريس هيجي يطلب ايدك من ابوك الباشا. هو سي حسن بتاعك ده لا ياكل عشان يتجوزك ولا يسددك؟ مش كل حاجه الفلوس يا توح. وانا طول عمري نفسي في راجل متدين كده وشه سمح، مش زي العرسان اللي كانت بتجيلي البلد كان غضب ربنا على وشها. وبعدين يعني احنا هنكبر مع بعض. محسساني يعني ان هو جه طلب ايدك. هيجي هتشوف. خلاص بقى ما تسيبك منها يا توح، انت ماسكه في خناقه على طول كده ليه؟ احكي لنا انت يا بت، قول الراجل نفسك فيه يا بت شكله عامل ازاي؟ بيشتغل ايه؟ غني ولا حليوه؟ عريس ايه اللي افكر فيه؟ انت فاهمه يعني ايه تحبي راجل يغدر بيكي وبعدين يسلمك لاخواته؟ فاهمه يعني ايه تحلمي براجل يبقى ظهر ليكي وهو اول واحد يطعنك وتقولي لي انا بكره الدنيا ليه وبكره الرجاله ليه اللي شفته؟ يا بنتي يا توحه، انت طلعتي يا بنتي شايله ومعبايه. الوانه اللي كنت فاكره ان انا شايله الهم عشان كل يوم جوزي كان بيمسيني ويصبحني بعلقه بعد ما ياخد اللي عايزه مني. انا فكرت اقول لابويا على اللي حصل، اقول له اخوات مرته عملوا فيا ايه، بس خفت يقتلني ويقول لي جبتي لي العار وهربت من البلد وجيت هنا شفت اللي شفته. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ياخدهم كلهم يا شيخ. الله جرأة يا بنات، واحنا جايين نكد على بعض؟ احنا جايين نشيل الهم ولا نحط هم جديد عليه؟ يلا روق، يلا تعالوا نهيس، يلا شيل الاكل خلاص، الاكل برد يبقى ناخده معانا. ما تيجوا نزيط ونهيس، يلا نغني. يلا نغني. يلا نغني. تغني نغني حميدة. حميدة اسمه ايه؟ حميدة الواد بتاع لولاكي. حميدة ايوه، المطرب الجديد. هو ايوه. يلا لولاكي لولا 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 لولا.